بتميز مدينة نابلس اللي هي طريقة أهلها وخاصة البلدة القديمة بتزيين واستقبال المواسم الدينية وبالأخص شهر رمضان. رمضان دائما بيجي مميز، سواء من محلات، من بيوت، من الأطفال، من بتشوف الحلويات، بتشوف الناس طريقة استقبالهم لهذا الضيف العظيم، الضيف المبارك اللي هو شهر رمضان. أي مدينة بالعالم ممكن تزوروها راح تحسوا بفرق عظيم، فرق شاسع لما تيجوا على مدينة نابلس. مدينة نابلس من عاداتها القديمة مش من اليوم، هي لأنها مع دمشق الصغرى، كمان تسمى دمشق الصغرى، ففي عادات كتير مشتركة باستقبال شهر رمضان، من تنظيف الأزاز، من تنظيف البيت، تلميعه، تركيب الزينة، سواء اللي بتضوي واللي ما بتضوي. فهذا الإشي بعطي فرحة، بعطي سرور للناس وهي بتفوت هذا الشهر العظيم اللي مبارك. طبعا اهل نابلس احنا كل سنه هاي الزينه عندنا يعني بنلاقيها بهجه، بنلاقيها حلوه، بس السنه هاي بالذات هي فرحتنا منقوصه طبعا. بس ولكن رغم الظروف الماديه، رغم الظروف الاقتصاديه، رغم انه عندنا السنه هاي احنا شهداء لا تعد، يعني شهداء خيره الشباب، بس ولكن برضو اهل نابلس حريصين على هذا الاشي، وأنا واحد من الناس هذا الإشي يعني بقدرش إني ما عملوش، صارت عادة فينا، هاي صارت عادة في مدينة نابلس، يعني كل سنة تعالي على مدينة نابلس لازم تلاقي هذا الحكي.